فقرة تقدري. النهاردة هنتعلم إزاي نغير الكالون أو القلب اللي جوه الكالون بتاع الباب. إحنا كستات ساعات كتير قوي بيحصل لنا إن إحنا باب يتكسر أو الكالون ما يبقاش مظبوط، فنضطر نقعد نستنى النجار لحد ما هيجي. لكن النهاردة فقرة تقدري هنتعلم إزاي نغير لوحدنا قلب الكالون اللي جوه الباب. الحقيقة لازم يكون عندنا قبل ما هنبتدي نتكلم عدة، العدة دي فيها مفكات، مفك كده، المفك التاني بيبقى مختلف وهكذا. ده المسمار اللي ماسك الكالون او قلب الكالون. اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنفك المسمار ده. بس وانتي بتفكي المسمار لازم تكوني ساندة الباب برجلك، ده شيء مهم جدا. وممكن نكمل بقيه الفك بايدك لان ده بيبقى اسهل كتير، وهكذا فكينا المسمار. الخطوه الثانيه بقى قبل ما هتكلم عليها، عايزه بس الكاميرا تقرب معايا كده عشان نقول ان احنا كنا حاطين اصلا المفتاح جوه القلب. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. المهم ان احنا خلاص فكينا المسمار. الخطوه الثانيه هو ان انا بشيل القلب. هو عصلج معايا لان انا ما كنتش مخليه المفتاح متساوي مع القلب. اللي انا كنت بقى بقوله انه لازم نحط المفتاح لانه في حاجه اسمها بنز. البنز ده اللي انا بحركه دلوقتي، لو المفتاح مش موجود فبالتالي البنز ده ممكن يبقى عامل كده. بعد ما هفك المسمار مستحيل هعرف اطلعه من الباب الا لو المفتاح كان عامل كده. عشان كده هو عصلج معايا دلوقتي لما انا ما كنتش حاطه المفتاح بطريقه الصح. هنعمل نفس الموضوع تاني. موضوع سهل جدا، هنركبه بالمفتاح وهتظبطيه بالشكل ده. توسطني المسمار في ايدي والمفك كمان في ايدي، بتحطيه وتلفي المسمار بايدك، وبعدين بنجيب المفك. مهم قوي ان انت تكوني ساندة الباب برجلك عشان تعرفي تتحكمي وانتي بتفكي وانتي بتركبي. ولازم وانتي بتعملي او وانتي بتركبي المسمار لازم تتأكدي ان هو دخل لجوه زي ما كان. خلاص الصامولة ما بتلفش لان انا ربطتها او ربطت المسمار على الاخر. افتح اهو والباب اهو والكالون غيرناه في 5 دقايق ومش هياخد منك اي وقت او اي مجهود.